لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم. صلوا على من قال إنما أنا رحمة مهدى. والذي قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم، جاء أعرابي فجذبه جذبة شديدة فعلمت الجذبة في صفحة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال له الأعرابي: يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك بغلظة. نظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وتبسم وأمر له بعطاء: بأبي أنت وأمي يا حبيبي يا رسول الله. رجل جذبه ليس فقط عفى عنه وإنما أمر له بعطاء. ألحوا برجل قد شرب الخمر فعاقبه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رجل من القوم: اللهم العنه، ما أكثر ما يؤتى به. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تلعنوه، فوالله ما علمت إلا إنه يحب الله ورسوله. وهو الذي علمنا أن شرطا من شروط الإيمان أن تحب لأخيك ما تحبه لنفسك، بل وأقسم والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف وجد منهم الأذى والتنكيل، فأتاه ملك الجبال فوجده حزينا مهموما، فقال: لو شئت أطبقت عليهم الأخشبين. فقال: لا، عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده. مرت ذات يوم جنازة على رسول الله لرجل يهودي، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم لها فقال الجلوس: إنها جنازة رجل يهودي. قال: أليست نفسا؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في حروبه متمثلا بإنسانيته، قائلا: لا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا صغيرا ولا امرأة. وكان ينادي عظماء القوم برتبهم الملكية، فوجدناه في رسائله إلى الملوك والعظماء والرؤساء يقول: من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم، وإلى المقوقس عظيم القبط، وإلى كسرى عظيم الفرس. عذرا رسول الله إن قصرت في وصف